طقس العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يكون الطقس غالبا غائم مع فرصة لهطول زخات من الأمطار. 24 درجة مئوية متوقعة، الرطوبة 18%، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. أنتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد. بإذن الله نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مغبر وعاصف في كل من سكاكا وعرعر، تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية مع رياح نشطة. سكاكا 26 إلى 17، عرعر 26 إلى 17 أيضا، تبوك 29 إلى 16. المنطقة الغربية، جدة 37 إلى 24، المدينة المنورة 38 إلى 24، مكة المكرمة 40 إلى 28، أما الطائف 30 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، زخات رعدية من الأمطار، أبها 24 إلى 17، الباحة 27 إلى 20، أما جازان 35 إلى 30. المنطقة الشرقية، الدمام 40 إلى 26، الإحساء 40 إلى 25، أما حفر الباطن طقس مغبر 34 إلى 22. المنطقة الوسطى حائل، طقس مغبر 29 إلى 15، بريدة 38 إلى 20، أما الرياض فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 35 إلى 24. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.